بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، مع كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نعيش هذه اللحظات. اقرأ شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ولا ينبغي أن يفهم منه أنه يجب ألا يفسر القرآن بالاستنباط والفكر، فإن من الآيات ما نقل فيها عن الصحابة والمفسرين 5 معان و6 و7، ويعلم أن جميعها غير مسموع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها قد تكون متنافية لا تقبل الجمع، فيكون ذلك مستنبطا بحسن الفهم وطول الفكر. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ومن يستجيز من أهل الطامات مثل هذه التأويلات مع علمه بأنها غير مرادة بالألفاظ، ويزعم أنه يقصد بها دعوة الخلق إلى الخالق، يضاهي من يستجيز الاختراع والوضع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما هو في نفسه حق ولكن لم ينطق به الشرع، كمن يضع في كل مسألة يراها حقا حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذلك ظلم وضلال ودخول في الوعيد المفهوم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. متفق عليه. بل الشر في تأويل هذه الألفاظ أطم وأعظم، لأنها مبطلة للثقة بالألفاظ وقاطعة طريق الاستفادة والفهم من القرآن بالكلية. فقد عرفت كيف صرف الشيطان دواعي الخلق عن العلوم المحمودة إلى المذمومة، فكل ذلك من تلبيس علماء السوء بتبديل الأسامي، فإن اتبعت هؤلاء اعتماداً على الاسم المشهور من غير التفات إلى ما عرف في العصر الأول، كنت كمن طلب الشرف بالحكمة باتباع من يسمى حكيماً، فإن اسم الحكيم صار يطلق على الطبيب والشاعر والمنجم في هذا العصر، وذلك بالغفلة عن تبديل الألفاظ. إذن هناك فارق ما بين التفسير الباطني وما بين الإشاري، والفرق بينهما أن الباطني ينكر الظاهر وأن الإشاري لا ينكر الظاهر. فهناك تفسير يشعر بظلال الآية، بروح الآية، بأهداف الآية، بما تترتب عليه من حكمة، فيسمى بالتفسير الإشاري، وهو لا ينكر معنى الصلاة أو الحج أو الزكاة أو الصيام أو البيع أو الزواج أو كذا الأساسي، بل يضيف إليه بأنه هذا، وإن كان معناه هذه الأشياء المعلومة من الدين، إلا أن يضاف إلى ذلك لو خاطبنا به النفس لوصلنا إلى كيت وكيت وكيت من كل ممدوح ومن البعد عن المذموم. فالفرق بين الباطني والإشاري أن الباطني ينكر الظاهر ويقول ليس معناه هكذا، أنتم فاهمين غلط، ويضلل كمان من يذهب إليه.
أما الإشاري فهو يضيف إلى الظاهر مع تثبيته والإقرار به والقول به، وهذا شأ كثير من أولياء الله أنهم يقولون بالظاهر ويفعلونه ويعتبرونه ويقولون إنه هو الأساس ويضاف إليه. أن هذه الآية تشير أيضاً، ففيها كلمة أيضاً، إلى كذا وكذا وكذا من الممدوح. أصل هذا هو إنكار الدلالة اللغوية، فالباطني ينكر الدلالة اللغوية والإشاري يتعمق في الدلالة اللغوية. الباطني ينكر الدلالة اللغوية والإشاري يتعمق في الدلالة اللغوية، قد يوسع دائرتها، لكن دي كانت بيلغي الدائرة بتاعتها. ولذلك فإن الباطني أثناء إلغائه لدائرة المدلول يذهب إلى الاسم دون النظر إلى المسمى، ما هي ده تفيده، ينظر إلى الاسم دون النظر إلى المسمى، وهذا كما يقول الإمام ضلال بين. وضرب مثلا بالحكيم، الحكيم يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. إيه الحكمة؟ وضع الشيء المناسب في المكان المناسب في الزمن المناسب في الحال المناسب، المناسبة، يبقى ده حكيم. والحكيم هنا أصبح يطلق على الطبيب، في البلد عندنا نقول الله رحت للحكيم ولا لا، يعني إيه ده الطبيب؟ والطبيب ده قد يكون مسلماً أو غير مسلم، قد يكون فاسقاً أو يعني ملتزماً، قد أي حاجة، بس هو حكيم لأنه بيشتغل بالطب يعني. وعلى عصر الإمام كان أيضاً الشاعر يقولوا عليه حكيم لأنه بيقول حكم ومواعظ، والشعراء يتبعهم الغاوون أصلاً. فإذاً ليست هذه هي الحكمة المرادة التي فيها الخير الكثير كما ذكر الله. أين الخطأ هنا؟ التلاعب بالاسم دون النظر إلى المسمى. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا، قال يسمون الخمر بغير اسمها يستحلونها بذلك. سموا الخمرة بيرة، وبعدين قال لك البيرة هي خمرة؟ بيرة حلال ما دام مش خمر. لا، كده لعب، كده الاسم ما خدتش بالك من انه مسكر ولا مش مسكر، لازم تروح للإسكار، لأن الخمر معناه أنه اسمه يطلق على المسكر. لما تيجي تسمي المسكر شامبانيا ويسكي، طب بعدين اقول له ما تشربش خمر يقول لي ما هوش خمر، ده ويسكي ده شامباني مش خمر، يبقى كده احنا بنلعب بالاسماء. اذن التلاعب بالاسماء يؤدي الى تغيير احكام الله. لما نيجي ونسمي صنف الخروف خنزير، سميناه كده، هو في حد يمنعنا؟ سمينا الخروف خنزير، أصبح الخروف حرام. وهو بيقول ماء برضو حرام. أحلى، إيه العلة اللي حصلت هنا؟
العلة أننا قد سمينا الشيء بغير اسمه فحرمناه بناء على هذا، فوقعنا في الضلال حيث إننا قد حرمنا المباح. النعم، نعم ليه؟ لأنه من نعم الله. وسمينا الخنزير خروف وشاع ذلك فينا، وبتوع الحيوان كتبوه مشيوا فيه حرام. ولذلك تكلم الناس قالوا تغيير الأسماء ده جاي منين التحريم؟ قال من قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر. انت واخد بالك؟ لأنهم كانوا بيعمل النسيء ده ايه؟ يسمي محرم صفر، ويجي صفر يسميه محرم، فيحل القتال في محرم الأصلي اللي سماه صفر عشان الاسم، ونيجي في صفر يجي محرمه لأنه محرم وارتاح شوية من البتاع. وكانوا يعملوا كده على طول إلى أن اتلفت الدنيا وقال إن الزمان قد استدار كهيئة ما خلق الله، خلق الله السماوات والأرض النهاردة. ولذلك سيدنا النبي حج في الحجة لأنه اتظبطت الأزمان، وقيل إن أبا بكر حج في ذي القعدة اللي هي الحجة الأولانية اللي نزلت فيها التوبة، هم مسمينه كده. وكان عندهم كهنة يلعبوا اللعبة دي اللي هي النسي. إيه العلة؟ سمى الشيء بغير اسمه. يبقى إذن تسمية الشيء بغير اسمه ستؤدي بنا إلى إحلال الحرام وتحريم الحلال. فالباطنية يحبوا الحكاية دي، يحبوا أنهم يسموا الأشياء بغير اسمها، يقفون عند الاسم ويسيبوا المعنى لأن المعنى ما مش عايزين، ويلعبوا بهذا. وهذا حادث إلى يوم الناس هذا، وكثير كثير من فتن لبين المسلمين هي بتسمية الأشياء بغير اسمها، يسموا الأشياء بغير اسمها ويتخانق مع بعضها لغاية ما تشيع وتستقر وتتعمق وتتجذر وتنتشر. وبعدين ما هو ده خنزير، انت اجيب لك 100 واحد يشهد انه ده خنزير، واجيب لك 100 كتاب بيقول انه ده خنزير. ها، ان لله وانا اليه راجعون. حاول الناس بعد الحرب العالميه الثانيه انهم يعملوا تجاره، يوحدوا التجاره ويخدموها. قالوا يا جماعه حكايه انه احنا يوم 1 يناير يوم ايه؟ قالوا الله تختلف باختلاف السنين. قال طب ما عايزين نعمل حاجه ما تختلفش باختلاف السنين، نخلي 1 يناير 8 يوم سبت، 8 يناير كل 8 يناير اللي في الدنيا يوم سبت، 15 يناير يبقى يوم سبت كده، اهو نعمل كده. قال والله ممكن ان احنا نعمل الحكاية دي بان احنا نخلي الشهر 28 في 12 ب 48، السنة فيها 52 شهر، يبقى السنة تجيب شهر زيادة، وبدل 12 يبقى 13، وتثبت الحكاية دي قصاد الأسبوع. فعلى طول أقول لك أنا هقابلك في 15 يناير، تقول لي يا ما هو يوم سبت، على طول كده. طب وده يعمل إيه؟ يخلي يوم الجمعة مش يوم الجمعة، هيحول يوم الجمعة بتاعنا إلى يوم تاني ما هوش الجمعة، ما هو هتلف، هيبقى يوم 3 مرة بس اسمه جمعة، يوم 5 مرة بس هو اسمه جمعة، ما هو سميناه احنا كده.
يقول لك الله مش فيها مصلحة. طب أنا أصلي إمتى بقى؟ ما أنت كده لخبطتني. ما هو نفس القضية بتاعت إنما النسيء زيادة في الكفر. أنا بحج في ذي الحجة وبصوم رمضان وكده وبحتفل بالنصف من شعبان، أنت دلوقتي ما تخليني أصوم شوال هتسميه اسم تاني، وهتخليني أحج في المحرم، وهتخليني أصلي في يوم السبت، أصلي الجمعة يعني يوم السبت، يبقى لخبطة. ولذلك رفضنا الحاجات دي هي، وربنا من عنده فشلها، لكن موجودة في الكتب المحاولة لتثبيت الزمن مع أسماء الأيام تسهيلاً لحركة البنوك وللاتفاقات وللمواعيد ولحركة الطيران، قالوا عليها فوائد كتير، لكن ده يخل بالتطبيق بتاع الباطنية. ما يهمهمش اللي تكسبه العبه. فالراجل هنا وهو بيبين لنا علاقة الباطنية بتغيير الأسماء بإزاء المسميات، ده عميق قوي. جابها ازاي دي؟ ده فعلا كده، ده ربنا فتح عليه ورهاله ان الناس دي بتغير الأسماء في قبل المسميات. الحكاية دي ما يا اخواننا ما تجيش بالذهن، دي تيجي بالنور الذي يلقيه الله في القلب. فالراجل ده منور، الشيخ غزالي ده منور، لأنه بيكتشف حاجات ويحط، تقول الله إيه علاقة الأسماء بالمسميات بالحدوتة اللي احنا بندرسها دلوقتي؟ ده هي هي شغل الباطنية، شغال في تحويل الأسماء عن مسمياتها إلى مفاهيم أخرى تكون خارج الشريعة. نعم. قال رحمه الله: اللفظ الخامس وهو الحكمة، فإن اسم الحكيم صار يطلق على الطبيب والشاعر والمنجم حتى على الذي يدحرج القرعة على أكف السوادية في شوارع الطرق. والحكمة هي التي أثنى الله عز وجل عليها، فقال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كلمة من الحكمة يتعلمها الرجل خير له من الدنيا وما فيها. فانظر ما الذي كانت الحكمة عبارة عنه وإلى ماذا نقل، وقس به من بقية الألفاظ، واحترز به عن الاغترار بتلبيسات علماء السوء، فإن شرهم على الدين أعظم من شر الشياطين، إذ الشيطان بواسطتهم يتدرج إلى انتزاع الدين من قلوب الخلق. ولهذا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شر الخلق أبى وقال: اللهم غفرا، حتى كرروا عليه فقال: هم علماء السوء. قال الحافظ العراقي: الحديث رواه الدارمي بنحوه من رواية الأحوص بن حكيم عن أبيه مرسلا وهو ضعيف، ورواه البزار في مسنده من حديث معاذ بسند ضعيف. فقد عرفت العلم المحمود والمذموم ومثار الالتباس، وإليك الخيارة في أن تنظر لنفسك فتقتدي بالسلف، أو تتدلى بحبل الغرور وتتشبه بالخلف. فكل ما ارتضاه السلف من العلوم قد اندرس، وما أكب الناس عليه فأكثره مبتدع ومحدث. وقد صح قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فقيل: ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون ما أفسده الناس من سنتي، والذين يحيون ما أماتوه من سنتي.
وورد من أحيا سنتي فقد أحياني، فاللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.